بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا
Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم Sadaqallahul Azim.